مساء الخير عليكم. النهارده اولى حلقاتنا من برنامجكم الاسبوعي انا وزوجتي. النهارده هنقدم لكم نجوم من اهم نجوم المهرجانات اللي حققوا اعلى ترندات في الفتره الاخيره. معتز اينو وشيكو. اهلا وسهلا. معتز عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تعرفنا بنفسك واعمالك ودنيتك. اولا انا مبسوط ان انا طبعا قاعد مع حضراتكم النهارده. هرجع لسؤال حضرتك، الاسم معتز رأفت واسم الشهرة معتز زينو، من محافظة كنا مركز فرشوت قرية القبيبة. نحط بس 100 خط تحت قرية القبيبة لأنها دي البلد اللي أنا نشأت فيها وليا أهلي وأصحابي. أهلا وسهلا بيك شيكو، تعرفنا بنفسك وتعرف الجمهور. اسمي محمود علاء، شهرتي شيكو، شيكو الدولي، من أسيوط الصعيد برضو، ممتاز. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب قولوا لنا بقى الترندات كل اللي انتوا ظهرتوا فيها، واول ترند ليكوا بداتوا ازاي؟ اتفضل. انا عن نفسي بدات من زمان، يعني من بتاع 19 سنين كده دي جي الاول، عشان ما كانش فيه الفرصه. كنت بحاول ان انا اعمل اغاني وكده، بس كان على قد يعني، واحده واحده كده لحد ما الحمد لله ربنا كرمني الفتره الاخيره دي وعملت شغل الحمد لله، عجب ناس كتير ومنهم ناس كبيره في مجال المهرجانات. والحمد لله يعني عملت تراك اسمه حته صد انا واحمد عسكور وزيكا معايا، والحمد لله كسر الدنيا وناس كتير كلمتنا عليه الحمد لله. يا رب دايما في نجاح. انا كنت اصلا لاعب كره قدم وكده، كنت بلعب في اكتر من نادي مشهور يعني، فما فيش فرصه ان انا اظهر بشكل كويس، فخلاص تركت الكوره وبدات ان انا اغني مهرجانات مع ناس صحابي وكده. كنت قاعد في قاعده في الاستوديو وكده، فواحد قال لي اجرب اغني وكده، فقلت كوبليه، فالعمليه مشيت، فبدات ان انا من المكان ده ان انا ابدا اغني. بدات من امتى يا معتز؟ يعني من حوالي 5 سنين كده. وشيكو؟ لا انا بادئ من 2010 2011 كده. في حد شجعكم ان انتوا تدخلوا مجال المهرجانات انا اكتر الناس شجعت ان هم اصحابي في المجال يعني. لما بره المجال ما فيش. انا عامه من زمان وانا حابب كده يعني، حابب الاغاني والدي جي والكلام ده، فطلعت اول بتاع دي جي وكده، وكنا بنأجر سماعات ونشتغل ونطلع نمسك والله نمسك مايكات وكده في افراح وكده. الحمد لله يعني حابب الحاجه دي، انا مش حابب ما كنتش عملتها، والحمد لله الناس ساعدتني برضو ان الواحد يوصل، والحمد لله يعني. بالتوفيق. ربنا يخليك. معتز اخر ترند وصلت له؟ اخر ترند كان مهرجان مساء الحب زباني، حقق فيو عالي جدا على التيك توك، والحمد لله الناس حبتني بيه يعني وطلع ترند. وشيكو اكتر حاجه سمعت مع الناس وبقت ترند؟ اكتر حاجه مهرجان انا حيطه سد. انا حيطه سد هو تراك وستوب، بس حيطه سد هو اللي كسر الدنيا. هو البوم يعني. كنتوا عاملين حاجه غيره؟ كنا عاملين كتير بس ما كانش مسموع يعني. لا الواحد عمل كتير وحاجات اشتغلت، وطلعنا بره برضه يعني بره الصعيد، عشان عامه انا بكلمك عشان الصعيد وكده، فطلعنا بره الصعيد اشتغلنا. انتوا الصعيد على دماغنا منورين الصراحه. فطلعنا بره واشتغلنا كتير يعني، بس هي التراك ده اللي مصر كلها سمعته بره مصر الحمد لله يعني. معتز عملت حاجه واحده ولا كذا حاجه؟ لا اكتر من حاجه، بس هي اللي علمت مع الناس اللي هي مساء الحب زمان. وايه تاني طيب؟ في مثلا زي اي صعب خلني مره، في اغاني كتير قوي. شيكو حتة سد بس؟ لا كتير الحمد لله يعني، في حتة سد وفي مهرجان ستوب، في كذا مهرجان لينا عاملينه، بس يعني ده اللي سمع مع الناس. الناس حبته واشتغل فيه. هو الاجيال كمان دلوقتي حابه المهرجانات دي قوي، الاجيال اللي طالعه والاطفال وكله بيحب الحاجه، بس بعيد عن الاسفاف الحمد لله، واحنا بنبعد عن الكلام ده خالص عشان طبعا. احنا بنحاول يعني برضو نبعد عن كلمه في محتوى كويس اكيد طبعا، عشان هدف برضو الاطفال اللي طالعه عشان حابه تسمع ده، فمش هينفع نوصل لها حاجه يعني مش حلوه. مهرجاننا اساسا دلوقتي بقى مع المجتمع كله، فبنحاول ننقي الكلام عشان الناس تسمعه، لانه بيدخل بيوت امي مثلا بتسمعه واختي واخته اكيد. بالظبط، هو بيوصل للاطفال كمان اكتر يعني. طب وانت بتحب المهرجانات دي عشان الشهره ولا؟ لا لو داخلها شهره انا كان زمان اتشهرت من بدري، بس داخلها عشان حبيبها. عشان حبيبها. تمام يا معتز. طب ايه، كلمونا اكتر عن نفسيكوا وعن نفسنا. الحمد لله عملنا نفسنا بنفسنا، ما حدش ساعدنا. بس المجال ده اساسا ما فيش حد بيساعد حد،
هو في بس قليل يعني، مش قوي يعني. اللي هيحبك هينصحك مش اكتر يعني. اعتمادكم كله بيبقى على السوشيال ميديا ولا؟ اعتمادنا السوشيال ميديا والناس اللي حوالينا بتحبنا، بس الواحد برضو على قد ما يقدر بيحاول يعمل نفسه بنفسه برضو، ما بيروحش الحمد لله الواحد ما راحش لحد وقال له طلعني ولا مثلا نفسي اعمل معاك تراك بتاع. لا احنا حاجه كويسه ان الواحد يعتمد على نفسه ويبقى الحمد لله الحمد لله. وناس كتير يعني ما يستناش ان مساعده من حد. لا لا الحمد لله ناس كبيره في المجال يعني الحمد لله حبتنا من نفسنا يعني، عشان طلعنا بنفسنا عشان ما رحناش لحد يتكلمنا معاه، عشان بنجتهد بنفكر في بكره هنمشي وبنطور الحمد لله في المجال. بمناسبه التطوير بقى بتحضروا ايه جديد ولا ان شاء الله في البوم جديد وفي تراك مشترك كده انا وشيكو باذن الله يعجبكم يعني ان شاء الله. بعيدا برضو عن الاسفاف برضو عشان الناس بتمسك في كلمه الاسفاف وكده، ف يبقى محتوى كويس ومحتوى هادف هو باذن الله في شغل كتير جاي ان شاء الله الفتره اللي جايه. استاذن معانا مداخله من ساره. الو 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 سارة. سارة من الواضح في حاجة في المشكلة. ازيك يا سارة؟ معاكم. ازيك يا سارة؟ معاكم الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. الحمد لله. اخبارك ايه؟ خير الحمد لله. قولي لنا بقى ايه اخر اعمالك الفنية؟ انا اخر مرة كنت واخدة مركز تاني على مستوى الجمهورية في اسكندرية في الكورال الجامعي، كنت منشدة. تمام. وايه تاني؟ بس بطلع حفلات في المركز اللي انا فيه والمحافظه نفسها. تمام. ممكن تسمعينا؟ بطلع الصعيد اربع مرات. تمام يا سارة. بس ومره تسجيل على الصعيد بس كده. تمام. طب ممكن تسمعينا اي حاجه من تمام حاضر ممكن اسمعكم اغنيه في يوم وليله الورده الجزائري. تمام ماشي. في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شاغلني طيفه عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شاغلني طيفه وفي يوم لقيته لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه وليلى رحنا على بحر الشوق نزلنا نشرب ودوبنا فيه ومن يصدق يجرى ده كله وانا سوا وانا سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. حلو جدا صوتك تحفة. لا برافو يا ساره. برافو برافو برافو. ربنا يوفقك. احنا تنورينا بقى يا ساره باذن الله. ربنا يوفقك وان شاء الله من نجاح لنجاح. ربنا يكرمك. شكرا جدا. شكرا ليكي. طب استاذنكم نطلع فاصل قصير ونرجع تاني.